هنيدي، مش حاسس ان صلعه تتاخر؟ ما تقلقش يا جدو، انا واثق ان ربنا هيوفق صلعه ويرجع لنا بالخير كله. يا رب. انا بس خايف عليه، الموضوع مش سهل خالص. هو فعلا مش سهل، بس صلعه كمان مش سهل. اهو اهو يا جدو، اهو جاي، اهو في ايده كيسه سودا، اهو هناك، اهو يا صلعه. هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا صلعت؟ بيضة واحدة؟ انت مستهون ببيضة يا هنيدي؟ ده انا كنت هموت عشان ارجع بالبيضة دي. الناس بتموت بعض على البيضة يا عمو، احنا في محنة. ده اصعب وقت عدى على مصر في تاريخها كله. في بلاد عايشة من غير رئيس جمهورية، وبلاد عايشة من غير مية، لكن ان مصر تعيش من غير بيض، دي حاجة صعبة جدا. انا مش فاهم ايه اللي وصلنا للحالة دي. الفراخ اللي بيعدموها عشان انفلونزا الطيور يا جدو، ما بقاش فيه فراخ في البلد، مين يعني اللي هيبيض؟ انا عندي ابن خالتي بيبيض علينا على طول، بس هجم البلد وراح قطر. ربنا يلطف بينا، حتى شوية البيض اللي كان البنك المركزي شايلهم احتياطي ابتدوا يخلصوا، وبيتباعوا سوق سودا وبالواسطة كمان. انت عارف انا جبت البيضة اللي قدامكو دي بكام؟ بتلتمية وخمسين جنيه. وانت جبت المبلغ ده من فين؟ ما انا دفعت للراجل مقدمة 30 جنيه، والباقي على 3 شهور بدون فوائد. ايوة، يعني البيضة دي هنعمل بيها ايه؟ دي لا تستحمل اسمها ولا حتى ينفع تشبه حد لو كلها. احنا ممكن ننزل لها اعلام في الوسيط ونبدلها ببيت شباجي، بيت شباجي صيني ينفعنا في مشاوير البيت. بس يهبل انت، بيضة كاملة سليمة نضيعها من ايدينا عشان حتة بيت شباجي وصيني كمان؟ انا عندي فكرة احلى، احنا هنستثمر البيضة دي. عبدين امرني. انت هترقد على البيضة. نعم، زي ما سمعت، هترقد على البيضة لحد ما تفقس، يطلع كتكوت، يكبر يبقى فرخة، نخبيها، تفضل تبيض لحد ما تزهق، وبعد كده نحشيها فريك ونحطها في الفرن. بتقول ايه يا هنيدي؟ زي ما سمعت كده يا عبدين، هترقد يعني هترقد.